السلام عليكم. مساء الخيرات. كيف الأخبار؟ اليوم في محاضرة رقم 9 حنحكي فيها عن التغيير والتطوير التنظيمي. عن التغيير والتطوير التنظيمي. موضوع خامس من موضوعات نواتج السلوك. حكينا في محاضرات سابقة عن قياس وتقييم الأداء والإنتاجية وعن الرضا الوظيفي وعن ضغوط العمل وعن الإحباط. اليوم نحكي عن التغيير والتطوير التنظيمي. هنشوف ما المقصود بالتغيير والتطوير التنظيمي. هنشوف إدارة التغيير، خصائص إدارة التغيير والتطوير التنظيمي. هنشوف أسباب التغيير والتطوير التنظيمي في مؤسسات الأعمال. هنشوف أهداف التغيير وكيف يتم الخطوات، كيف يتم التغيير في خطوات. هنشوف أيضا الأسباب الرئيسة لمغامرة التغيير والتطوير التنظيمي ومزايا هذه المغامرة اللي بتتم من قبل العاملين، ونشوف استراتيجيات المنظمات للتعامل مع التغيير والتطوير التنظيمي. أضف لذلك عوامل نجاح برامج التغيير والتطوير التنظيمي في مؤسسات الأعمال. يبقى من الأهمية مكان نعرف شنو يعني التغيير والتطوير التنظيمي ذاته. يعني شنو التغيير والتطوير التنظيمي؟ التغيير التنظيمي أنا دائما بركز على إنك تفهم، لا ما طويلة يا يعني هنين، دائما بركز عليه إنه أنت تفهم. التغيير والتطوير التنظيمي، التغيير معناتها نجيب حاجة جديدة بدل الحاجة اللي كانت موجودة. التطوير معناتها الحاجة الموجودة ندخل عليها بعض التحسينات والتعديلات. بيبقى قبل ما أعرفهم بشكل المكتوب في الشريحة، أنا عايز أقول إنه الشركات والمؤسسات في سبيلنا تستمر في السوق، في سبيلنا تخدم زبائننا، فلزاما على هذه الشركات والمؤسسات أن تتبنى برامج التغيير والتطوير التنظيمي، لأنه هذه المؤسسات بتعمل في ظل بيئات متغيرة متطورة متجددة. أي مؤسسة ما بتغير ما بتتطور لا تستطيع أن تخدم زبائنها أو عملاء. بالتالي هذه المؤسسة منتجاتها ممكن تصير لها تغادم، بالتالي تطلع من السوق. بيبقى مسألة التغيير والتطوير في مؤسسات الأعمال من المسائل الحيوية والضرورية والهامة ولا فكات منها إطلاقا. بيبقى في سبيل أن المؤسسات تغير وتطور فيها هناك مشكلات كثيرة جدا في التغيير والتطوير. يعني العاملين نفسهم والموظفين بيكونوا ضد برامج التغيير والتطوير التنظيمي لأنها تأثر على مواقعهم، على مسؤولياتهم، على 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 على. لكن بيبقى لزاما على هذه المؤسسات أن تتغير وأن تتطور بما يتماشى مع متغيرات الحياة. يعني بيبقى ما هو التغيير؟ التغيير عبارة عن تغيير موجه ومقصود وهادف، يعني خطة، حاجة عن قصد. يعني التغيير عبارة عن تغيير موجه ومقصود وهادف وواعي يزعى لتحقيق التكيف البيئي لهذه المؤسسة سواء كان على مستوى الداخل أو خارج. أيوة، يعني حتى على مستوى العاملين نفسهم الواحد منا لو ما تغير ويتطور بما يتماشى باحتياجات وظيفته، بما يتماشى واحتياجات العمل، هو نفسه حيتجاوزوه. المدير حيتجاوزك، المؤسسة حتتجاوزك، ممكن تنهي خدماتك لو ما تطورتها حتى على المستوى الشخصي. يعني بيبقى هذا التغيير والتطوير مطلوب بالدرجة الأولى. بيبقى التغيير لما نحكي عن التغيير معناته الشيء الغايم الآن نغيره تغيير جوهري توتال أو تغيير كامل. نجيب بدال مثلا كلنا نشتغل يدويا نجيب آليات، مثلا
بيبقى هنا التغيير اصبح تغيير جوهري. ايضا من اما التطوير التنظيمي ما هو غايم الان، ايضا هو ايضا عباره عن خطه، عباره عن جهد بعيد المدى لتحسين قدرات المنظمه على حل مشاكلها وتجديد عملياتها من خلال اداره فاعله ومتعاونه. بيبقى التطوير دائما بيحكي لي عن التطوير بيحكي لي دائما عن تحسين، ادخال شيء جديد على ما هو غايم الان. يبقى الفرق بين التغيير والتطوير التنظيمي، التغيير بيحكي عن يعني عن 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 ابدال او تبديل، اما التطوير بيحكي لي عن تحسين. واضح الكلام ده يا شباب؟ واضح معايا يا شباب؟ هذا التغيير والتطوير بشقين، التغيير ان كان التغيير التنظيمي والتطوير التنظيمي، ده بيأثر على سلوكيات العاملين، يؤثر تأثير كبير جدا على سلوكيات العاملين. بعد شوية هنشوف العاملين هم ضد التغيير وضد التطوير، لما الجروبات وعصابات وامتناع ووقوف وغير يعني، لأنه هذا التغيير والتطوير التنظيمي قد يؤدي لفقدان بعض الوظائف او بعض المسؤوليات او بعض او يضع على على على, على عاتقهم بعض المسؤوليات او غيره، او ممكن التطوير يجيب لك واحد اصغر منك على راسك مسؤول منك وغيره. لا، الانسان بطبعه ضد التغيير لعلمك، يعني الانسان بطبعه، يعني دي طبيعه الانسان. الان انت بتمشي بالسياره يوميا مثلا من المكتب، من البيت للمكتب بشارع محدد، لاحظ نفسك ما بتغير، ما من السهولة تغير الشارع، ما من السهولة. ومتى ما كان هناك تغيير في الشارع، مثلا في أعمال على الشارع، أنت بتسهل. يبقى الإنسان بطبعه هو ضد التغيير، هو مع الروتين يعني بشكل عام. بيبقى هنشوف ما هي سلوكيات العاملين مع التغيير وتطوير التنظيم. يبقى ما هي خصائص إدارة التغيير وتطوير التنظيم؟ عندنا مجموعة من الخصائص، برامج التغيير والتطوير التنظيمي بتتم في المؤسسات، من خصائص الاستهدافية، الواقعية، التوافقية، الفاعلية، المشاركة، الشرعية، الإصلاح، الرشد، القدرة على التطوير والابتكار، القدرة على التكيف السريع مع الأحداث. يبقى العديد من الخصائص. لما نتكلم عن الاستهدافية، هناك شيء، هناك غاية، هناك هدف مرجو عايزين نحققه من هذا التغيير والتطوير التنظيمي. بتكلم عن الواقعية، نتكلم لما نقول الواقعية ينبغي أن لما نتبنى برامج التغيير وتطوير التنظيم أن تكون هذه البرامج قدر إمكاناتنا، ما نتبنى أشياء أكبر من إمكانات المؤسسة، مواردها وإمكانات إن كان موارد المالية أو المادية والبشرية. بالتالي نتكلم عن واقعية. من خصائص برامج التغيير وتطوير التنظيم اللي بتتم في المؤسسات التوافقية، بمعنى انه لابد ان يحصل نوع من انواع التوافق بين عمليتي التغيير وتطوير التنظيم وحاجات وتطلعات العاملين. لانه لو واحد في التوافق، هؤلاء العاملين هم المنفذين للتغيير في المؤسسه، بيكونوا ضده. ايضا من خصائص برامج التغيير وتطوير الفاعليه. الفاعلية ونعني بها القدرة على التحرك بالحرية والتأثير في الآخرين، يعني برامج تكون فاعلة. برامج التغيير من خصائصها المشاركة، بمعنى أنه ينبغي أن يسهم في عملية التغيير كل العاملين أو الموظفين. ينبغي أن ندخل الناس اللي تأثروا بالتغيير في برامج التغيير وتطوير التنظيم، نشركهم. أيضا الشرعية والقانونية والأخلاقية، بمعنى أنه ينبغي أن التغيير والتطوير أن يكون قانوني زي ما نقول وأخلاقي، ما يكون فيه إخصاء، ما يكون فيه تشفي، ويتماشى مع روح القانون السائد إن كان في الدولة إن كان في المؤسسة. وينبغي أن نغير ونطور في لوائحنا وقوانيننا بما يتماشى مع التغيير والتطوير التنظيمي. يعني ما ممكن نتغير ونطور
في عملياتنا وفي عملياتنا على مستوى المصنع يكون في قوانين محجمة للتغيير في الطرق التنظيمية. الإصلاح يعني بيه إنه من خصائص هذه الإدارة أو من خصائص عملية التغيير في الطرق التنظيمية ينبغي يعني يتم تعديل ما هو غاية من عيوب وكذا يعني. يعني ما يكون برنامج بس يعني. لازم يسحب هذا البرنامج ونخلص منه نصلح العيوب والمشاكل اللي بتعاني منها المؤسسة. أيضا الرشد يعني بيه ينبغي أن نجري مقارنة بين عملية التغيير والتطوير التنظيم والعائد من هذه العملية. يعني إذا كان العائد من التغيير والتطوير التنظيم زيرو بيكلفنا أكثر مما يفيدنا بلاش خلي. ينبغي أن يكون فيه رشد وعقلانية يعني. أيضا القدرة على التطوير والابتكار، نجيب حاجة جديدة إضافة حقيقية تستطيع أن تحقق ميزة للمؤسسة. التغيير القدرة على التكيف السريع مع الأحداث والتحكم والسيطرة في اتجاهات هذه الأحداث، لأن المؤسسة بتعمل في ظل بيئات متغيرة ومتجددة وغير. يبقى خصائص عمليات التغيير والتطوير التنظيم المؤسسات تتمثل في الاستهدافية الواقعية التوافقية الفاعلية المشاركة الشرعية الإصلاح الرشد الابتكار والتطوير والتكيف السريع مع الأحداث. واضح الكلام؟ لا ما مهم الترتيب أصلا ما تحفظ بشكل عام. أنا قلت أنا واحد من الناس ضد الحفظ لأنه أنا شخصيا ما حفظه والله، لكن لما تسألني ما هي خصائص التغيير والتطوير ممكن أقول لك من غير ذلك. فدائما لما يعطوك لها خيارات تستطيع أن تختار الخيار لو أنت فاهم يعني إنه ده أحد خصائص إدارة التغيير والتطوير التنظيم. ما هي أسباب التغيير والتطوير التنظيم؟ ليش؟ والناس ما خليكم كما أنتم نبقى، لكن لزاما المؤسسة بتعمل في ظل بيئة زي ما ذكرت متغيرة ومتجددة. ليه التغيير؟ للحفاظ على الحيوية والفاعلية بتاعت المؤسسة. نحافظ على عشان ما يتجاوز الزمن، عشان لا تتجاوز المؤسسات، عشان لا يتجاوز المستهلك أو الزبون أو المستخدم المنتجات. ينبغي أن نحافظ على حيويتنا وفاعليتنا ووجودنا في السوق من أسباب التغيير والتطوير التنظيم. تنمية القدرة على الابتكار، إحداث تبني كل ما هو جديد. بمناسبة لو ما في مؤسسات بتقوم بعمليات التغيير والتطوير التنظيم ما كان شفت منتجات جديدة ولا آليات جديدة ولا تقنيات جديدة ولا أشياء جديدة. كله صبح يصبح الآن علينا نسمع بتقنية جديدة وابتشار جديد. ده نتاج التغيير وتطوير التنظيم اللي بناه هذه المؤسسات. تنمية القدرة على الابتكار، لأنه لو ما في تغيير وتطوير تنظيمي بنكون نحن وآبائنا وأجدادنا وأولادنا عشنا نفس تفاصيل الحياة، حياة مكررة كما هي. يعني اللي عاش قبل 100 سنة واللي عاش الآن واللي هيعيش بعد 100 سنة ما فيش تغيير تطوير تنظيمي هيكون عايش نفس تفاصيل الحياة. يبقى هو لأنه مسألة ضرورية وهامة. من أسباب التغيير والتطوير التنظيمي إثارة الرغبة في التطوير والتحسين والارتقاء حتى على مستوى العاملين والموظفين، إنه يكون عندهم مبادرات، عندهم جديد، عندهم طرق استحداث طرق جديدة للتعامل مع مشكلات المؤسسة. إثارة هذه الرغبة في التطوير والتحسين. أيضا من أسباب التغيير والتطوير التنظيمي التوافق والتوافق مع متغيرات الحياة. نحن قلنا هذه المؤسسات بتعمل في بيئة متغيرة متجددة على مستوى المنافسة، الأوضاع الاقتصادية متغيرة، السياسية، الأمنية، الديموغرافية، الاجتماعية، التقنية، المنافسة، سلوك المستهلك. كل هذه المتغيرات اللي حول المؤسسة متغيرة متجددة. يبقى من أسباب هذا التغيير والتطوير التنظيم أن تتوافق المؤسسة مع هذه المتغيرات. في تغيرات إيجابية وفي سلبية بالتأكيد. من أسباب التغيير والتطوير التنظيم زيادة مستوى الأداء من خلال تبني الجديد، يعني ما مكتوب، زيادة مستوى الأداء لدى المؤسسة
والاستفادة من الطاقات الكامنة الموجودة في الوصف. واضح الكلام يا شباب؟ لماذا التغيير واضح؟ ممتاز. ما هي أهداف عملية التغيير والتطوير التنظيمي؟ هدف منها شنو؟ أهداف التغيير والتطوير التنظيمي. أنت لما تكون فاهم، شوف لما تكون فاهم إنه ما المقصود بالتغيير والتطوير التنظيمي وإنه أمر حتمي وضروري، لو سئلت من غير الشريحة دي، الهدف أنت عايز تتطور ليه؟ على المستوى الشخصي. هو انت عايز تاخذ شهاده بتاع البكالوريوس وبعد شويه حتفكر في الماجستير وعايز تترقى وعايز تتزوج وعايز تبني وعايز تعمل بيت وعايز تعمل كذا وبزنس وعايز 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 ليه؟ ايوه تغير يا طبيعه الاشياء التغيير يعني الاصل في الاشياء انها تتغير بس يكون ما من طبيعة الأشياء. بيبدأ تأمين مستقبل زي ما قال على الإجابة. يبقى ما هي أهداف التغيير؟ أول حاجة بنلقى المؤسسة ليه تتبنى التغيير؟ عشان تزيد مقدرة هذه المنظمة على التعامل والتكيف مع بيئتها المحيطة بها، لأنه قلنا هذه البيئة مليئة بالمتغيرات. ليه التغيير أهداف؟ زيادة مقدرة المنظمة على التعاون بين مختلف المجموعات المخصصة من أجل إنجاز أهداف العام للمنظمة، يعني تقدر تنجز أهداف. أيوة يا أحمد، إحنا أصلاً الآن إحنا بنسجل المسائل معقدة جداً. يعني أصلاً الآن المقرر ده مقرر معقد وكثير ولو شفت المادة المسجلة تستغرب ذاتك فيها. الآن إحنا مع التطوير والتغيير من سمستر لسمستر تحذف أشياء تضيف أشياء تسهل المعلومة تصل لل هو انا بعطيك كويز بعد كل محاضره بعطيك غير يعني ايوه في الاختبار ايضا ما شرحي بيكون مفصل شرحي بيكون لذيذ ولطيف وجميل لناس جميلين بشكل مفصل وفي مشاركه وكذا فبنزيد من مقدراتهم فهمهم وبالتالي بيشوفوا الماده المقدمه في الاختبار سهله ان شاء الله نبقى أهداف التغيير والتطوير التنظيمي أيضا مساعدة الأفراد على تشخيص مشكلاتهم ترى بالمناسبة أنا عشان ما تطلعونا خارج المصحنين بالأشياء الجانبية أنا الأسئلة اللي بعطيك لها في الكويزات واللحظات فيها التكاليف دي والله عبارة عن أسئلة من اختبارات سابقة والله العظيم بحذافير الأسئلة دي صعبة مش قاعد تقوله سهلة بعد كل كويز مش تقوله سهلة حليت كل دي والله عبارة عن أسئلة في اختبارات وقيس على ذلك إن شاء الله إن شاء الله يكون عندنا رأي بيبقى من أهداف التغيير والتطوير التنظيمي تشجيع العاملين على تحقيق الأهداف التنظيمية المهم طبيعي أن أي واحد عنده أهداف يعني الكشف عن الصراعات من بدري بين العاملين بهدف إدارة هذه الصراعات وتوجيهها بما يخدم المؤسسة يعني. من أهداف التغيير بناء جو من الصيغة والانفتاح بين العاملين تمكين المديرين من اتباع أسلوب الإدارة بالأهداف بدلا من الإدارة التقليدية يعني. مساعدة المنظمة على حل المشاكل اللي بتواجهها يبدأ دي كلها أهداف كلام صح والله يا آلة والله كلام صح تسلم آلة آلة والله كلام صح يا آلة ده كله من باب التسهيل والتطوير يا آلة تخيل وبعد ده الناس ما راضية يعني ما باقي إلا بس نقول الأسئلة كذا وكذا وكذا وأنا فخور بكم يا عمل يلا دي أهداف لا 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 التغيير والتطوير التنظيم هذا التغيير والتطوير التنظيمي من خطوات
التغيير والتطوير والتنظيم بيتم في خطوات كثيره، لكن منها ممكن نقول اي مؤسسه عايز تنزل لنا برامج تغيير وتطوير وتنظيم، اولا تشخص وضع الحالي، نحن وين من السوق، نحن وين من اللوائح والقوانين، نحن وين نشخص وضع الحالي، نحدد المشاكل اللي بتعاني منها المؤسسه، ان كان في سلوكيات العاملين، ان كان في مواردها، ان كان في نظم انشطتها، نخطط لبرامج التغيير، نختار الاستراتيجيه الملائمه لهذا التغيير، لانه حنشوف هذه الاستراتيجيه بعد شوي، ننفذ التغيير ونتابع ونقيم الوضع، دي ست خطوات لو عايز تحفظها بتحفظها بالترتيب طبعا، لكن انا واحد من الناس ما حقدر اقول لك الخطوه الخامسه والخطوه الرابعه وكذا. بيبقى أنا زي ما ذكرت قبل قلت التغيير والتطوير التنظيمي بلازم مقاومة كبيرة جدا جدا، مقاومة كبيرة جدا من قبل العاملين. لماذا هذه المقاومة؟ لماذا يعني الموظفين ليه بيقاوموا التغيير والتطوير التنظيمي في بناء المؤسسات؟ واحد، لأنهم مرتاحين للمألوف الروتين، العادات والروتين يتعودوا على كده، لأنهم مرتاحين للشيء الغائم الارتياح المألوف والخوف من المجهول. يمكن التغيير والتطوير التنظيمي يقودنا لطريق ما نفهم، تعودنا على عمل معين. أيضا من الأسباب تخلي الناس تقاوم التغيير لأنه ما عارفين ميزاته أو سلبياته، بس هم ضد الحاجة الجديدة، ما عارف يمكن الجديد ده يكون في مصلحتنا، لا بينغاروا لانه خايفين مو معروف. ايضا المصالح المكتسبه والخوف من فقدانها، انا كنت باخذ كذا وبعمل حافز كذا وبيعطوني حافز كذا وعندي كذا وكذا، يمكن التغيير يحدث مني اشياء كثيره، خوف من المستقبل. الانتماءات الخارجيه والخوف عليها من الضرر، يعني انا الان استاذ جامعي مثلا مستشار في كذا مستشار في كذا بحكم انه استاذ جامعي، يمكن افقد وظيفتي بالتالي افقد وضعي حتى على المستوى الخارجي. مناقع عدم الثقة بين الرئيس والمرؤوس، ما في ود ولا لطف ولا تقارب بين الرئيس والمرؤوس، بيبقى المرؤوس بيكون خايف من التغيير، ما عارف الرئيس بيفكر كيف. سوء فهم برات التغيير نفسها، ناس بيكون غير فاهمة لهذه التغيير. الحاجة للتعليم والتدريب، يبقى دي أسباب مقنعة جدا تخلي الناس تقاوم التغيير. واضح الكلام يا شباب؟ بالرغم انه هذه المقاومه فيها اشكالات للمؤسسات لكن عندها مزايا، بالرغم انها هذه المقاومه من قبل العاملين فيها اشكالات بسبب مشاكل المؤسسه، لكن هناك مزايا. ما هي مزايا مقاومه تغيير التطوير التنظيم؟ واحد، بتجبر المقاومه تجبر المؤسسه على توضيح ما هو الهدف من التغيير والتطوير التنظيمي. الحاجة للتغيير والتطوير التنظيمي يعني معناتها الناس ضعيفين، فهمهم ضعيف. واحد من الأسباب الأدلة للمقاومة ما عارفين شيء، محتاجين لتعليم أكثر وتعلم أكثر من خلال التدريب. بيبقى من مزايا هذه المقاومة إجبار المنظمة على توضيح ما هو الهدف من التغيير. من أسباب أيضا من مزايا هذه المقاومة إنها بتكشف للمؤسسة مدى فاعلية نظام الاتصالات الإدارية عندها، نقل المعلومة عندها بيتم بشكل واضح وسلس ونفس المعلومة ولا المعلومة بيحصل لها زيادة ونقصان. أيضا من مزايا هذه المقاومة التحليل الدقيق للنتائج المحتملة إن كان مباشرة أو غير مباشرة، الحد من عملية خوف العاملين نفسهم. ايضا هذه المقاومة تكشف المؤسسة اين نقاط القوة واين نقاط الضعف. يبقى التغيير وتطوير التنظيم المقاومة تبعه عندها مشاكل نعم، لكن ايضا عندها مزايا. واضح الكلام يا شباب؟ ما هي الاستراتيجيات اللي بتستخدمها المؤسسات
لمقاومه التغيير وتطوير التنظيم. اصلا المقاومه هتجح هتجح معروفه يعني. ايوه يا هند، انه الناس تفكر تسلم. هند هند جوهر يا جوهر، بيبقى بخلي الناس تجلس وتفكر وتناقش وتطور مقدرات الناس للتعامل مع المشكلات من ضمن العصف الذهني يعني. ما هي استراتيجيات المنظمات في التعامل مع الغرام التغيير؟ كيف؟ لأن التغيير واقع واقع أصلاً، والمقاومة واقع واقع. ما هي استراتيجيات؟ أول حاجة التعليم والاقتصاد، نعلمهم ندربهم نعلمهم نكلمهم إنه التغيير ده في مصلحتكم وكذا وكذا، دي استراتيجية. استراتيجية المشاركة والاندماج، ندخلهم في برنامج التغيير والتطوير نفسه يكونوا جزء من التغيير عشان ما لا يقاوموا. التسهيل والدعم، نقدم لهم الاستشارات والتسهيلات اللي من شأنها أن تسهل عملية التغيير، ما يكون في واحد بيغلب الشغل ولا كده يعني. التفاوض والاتفاق، نتفاوض مع غادة المقاومة، هنعمل لكم هنعمل. اختيار الأعضاء خاصة رؤساء المقاومة، نضعهم في 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 مواقع مهمة لعملية التغيير. من ضمن هذه الاستراتيجيات آخر استراتيجية الإكراه، الظاهر غير الظاهر. الإكراه الظاهر إنه نكلمه إن إحنا أصلا هنغير والتغيير قائم غصبا عنكم، قائم بل حسنا قائم بل إكراه قائم، ونهددهم لهذا الرد ممكن يشتغل عنك بس يعني باختصار يعني. ما تعمل لنا فيها الشركة دي ما حقتك يعني، انت مجرد موظف يعني. بيبقى الاكراه الظاهر وغير الظاهر. ايوه دي استراتيجيات المنظمات في التعامل مع مقاومه التغيير. لكن المؤسسات طبعا ما بتصل للاكراه ده الا في اخر خلاص يعني، في سد الطريق يعني، ديكتاتوريه، لانه هي ما بتحاول ما تبدي بموظفيها يعني. فالاكراه بتصل له لاخر النقاط يعني، اخر العلاج الكي زي ما قال علي. علي من عندنا ولا شنو؟ دي عندكم موجوده العباره دي موجوده في الثقافه السعوديه، موجوده عندنا اخر العلاج الكي فعلا. يبقى ما هي عوامل نجاح هذا البرنامج عشان ما ينجح بدون مشاكل برنامج التغيير والتطوير والتنظيم؟ واحد، لابد من دعم أصحاب المنشأة، أصحاب الحلال، غاد الإداريين، المدراء. لازم ندعم هذا البرنامج، نجيب معه، مش يكون المدير عنده رأي في التغيير خلاص يتفشل التغيير. بعد ذاك العاملين كلهم بيكون عندهم رأي. لازم ندعم ونؤيد برنامج التغيير على مستوى الإدارات والمدراء والملاك. توفير المناخ العام اللي بيقبل التغيير وما يعارضه مهم جدا. يكون في مناخ لما نيجي نعرض التغيير على العاملين، نتبنى شيء جديد، لازم يكون المناخ العام كويس يعني. ما ممكن يكون الناس حوافز واستعداداتها ما ماخذاها، وحوافز ما ماخذاها، اجازات ما ماخذاها، في اشكالات، تقوم تقول لهم عايزين نتبنى شيء جديد، المناخ غير ملائم. صحيح حنين، خلاص ما يكون يا حنين المدير جرب معك اشياء كثيره، خليناها الكروه. ايضا من عوامل نجاح هذا ايوه، الناس الواحد ما يمشي الا بالعصا يعني. ما من عوامل نجاح برامج التغيير لابد من وجود خبراء او وكلاء، ناس يمتلكون مهارات فكرية وإنسانية كبيرة يساعد الناس. أيضا من عوامل نجاح هذا البرنامج إشراك الأفراد والجماعات اللي بتأثر بالتغيير في برنامج التغيير عشان ما يكونوا ضده. شرح وتوضيح دوافع وأسباب التغيير نفسه لكل الأفراد العاملين في المؤسسة عشان ما يخافوا يعني، يعلمون بالأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير. ايضا عدم اغفال دور التنظيمات غير الرسميه اللي حكينا عنها، لان عندها اثر كبير جدا. المنظمات غير الرسميه
الشباب اللي بيحكوا خارج المصر، اللي بيكونوا داخل المؤسسه التنظيم غير رسمي، عنده دور كبير لابد عدم اغفاله انه دور. ايضا من عوامل نجاح برنامج التغيير معرفه مصادر التغيير، نحن هنغير شنو، ونشخص مشاكلنا باسلوب علمي. من 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 عوامل نجاح برنامج التغيير تشخيص عوامل مقاومه التغيير نفسها، وين يتركز، وين في مين ومين ومين ومين. من عوامل نجاح برنامج التغيير الصوره التنظيمي توفير الموارد البشريه والماديه والامكانات الفنيه اللي بتساعد على تنفيذ هذا التغيير. واضح الكلام يا شباب؟ واضح؟ انتهت محاضرتنا. حكينا اليوم عن التغيير والتطوير التنظيمي، حكينا عن العنصر الخامس من نواتج السلوك. غدا إن شاء الله الساعة 7 حيشتغل الإبداع التنظيمي والمناخ التنظيمي. كيف سلام يا أمان؟ غدا الساعة 7، أذكرك الساعة 7 عندنا الإبداع التنظيمي والمناخ التنظيمي، حنكون خلصنا مقررنا غدا إن شاء الله. الأسبوع الجاي يوم الاثنين والثلاث حنشتغل مراجعة. سبعة إن شاء الله، الساعة 7 بدري إن شاء الله، 45 دقيقة استقطابها من زمنكم. عندنا الآن كويز نعطيك يا علي أهو. نعطيك يا أحمد 7 أسئلة، نعطيك لها 4 دقائق. يلا أبدع.
يلا نشوف إجاباتنا. ونلتقي غدا إن شاء الله. نلتقي غدا إن شاء الله. أوكي. شباب السلام عليكم. بكرة المحاضرة الساعة 7.